بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، في هذه الليلة المباركة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، سنواصل المسألة التي تتعلق بالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. سبق وقد ذكرت شروط الإمام، وسأحاول في عجالة أن أذكر ما بقي من هذه الشروط التي أطبق العلماء عليها، وعلى أن الإمام يجب أن يتصف بهذه الصفات. الصفة التي أريد أن أعرج للكلام عليها هي مسألة أن الإمام يجب أن يكون خبير بالحروب، ويكون كذلك من أهل الفطانة والكياسة والفراسة وغير ذلك، والشجاعة وغير ذلك من الصفات المحمودة التي يجب أن يتصف بها الإمام. فالإمام يجب عليه أن يعد الجيوش ويشد الثغرات ويحمي بيضة المسلمين وحوزتهم، وكذلك بالنسبة لدور الإمام أنه يكون من وراء تحريك كل المؤسسات التي تصنع الأسلحة لتجهيز الجيوش. أسلحة يعني بجميع ألوانها وأشكالها، لأن الأسلحة الآن يعني قديما كان السيف، الآن لابد لك أن تصنع السلاح. إذا لم تكن تصنع السلاح لا تكون قويا أبدا. ولذلك الإمام العلماء قديما ذكروا أنه يجب عليه أن يكون خبير وذكي وكيس. حتى ماذا؟ لماذا كل هذه الصفات؟ حتى لا يباغته العدو، لأن الرئيس الفاشل أو الملك الفاشل أو الإمام الفاشل أو فهو لا يباغته العدو وهو لا يدري، فهو ماذا؟ لا يبيت للعدو ولا يعرف ما العدو يبيت له، ولذلك يباغته العدو في أي لحظة. بخلاف الإمام، إذا كان ذكيا وداهية ويستطيع أن يواجه الأعداء ويعرف منهم الأعداء متى يقدم متى يحجم متى، فهذه الأمور يجب للإمام أن يتصف بها، لأن مصلحتها هي مصلحة لحماية المسلمين الذين يحكمهم وحماية ثروة المسلمين. ولذلك هذا الأمر هذا لا خلاف بين العلماء رحمهم الله جميعا عليه. فأنت حينما تقوم بتجيش الجيوش وحشد الجيوش وصناعة الأسلحة ليس لتتطاول على الناس أو تتعدى على الناس أو على الدول أو على الشعوب. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المسلمون لا يبدأون بالقتال، وإنما يدافعون عن أنفسهم. غالبا الإمبراطوريات الظالمة هي التي ماذا؟ إذا أدركت أنها تحارب هذه الدولة وهذه الدولة ضعيفة وبإمكانها أن تتمكن منها، فتقوم بمهاجمتها للغنيمة وللثروة وللقتل والفساد وما إلى ذلك والدمار، كما هو مشاهد يعني إمبراطورية بريطانيا وفرنسا والآن أمريكا. فالإمام في الإسلام مهما كان قويا فلا يظلم ولا يتعدى على أي شعب أو على أي دولة ما. قد يقول قائل: الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية لم تكن إلا تبليغ رسالة الله عز وجل، بمعنى الله عز وجل أمرنا بالتبليغ نبلغ للناس. من استجاب لدعوة الإسلام ودخل في الإسلام الحمد لله، والأمم كثيرة دخلت في الإسلام ليس تحت السيف،
لأنها لو دخلت يعني تحت الإكراه وتحت إرهاب السيف كما يصور الأذناب المستشرقين، لما بقي هؤلاء في الإسلام، لأن الإسلام يضعف ويقوى، يضعف ويقوى. ولم يتعدى، لما كان الإسلام في أقوى ما يكون لم يتعدى على أحد، وكان بإمكانه أن يبيد الأعداء، ولكن الله أمر بالعدل وبالقسط، ولذلك لم يتعدوا على أحد. حتى بالنسبة للجزية كانت تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، لأن هؤلاء يظلمون الفقراء، وحق الفقير أنه يأخذ من الغني ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وهذه المسألة مسألة أخرى، وإن كان أنا ذكرتها حتى يعني ربما أي شخص لا يذهب بعيد ويقول لك هذا ويتكلم كذا وينسى أشياء حدثت في الإسلام. ممكن أي شخص يعود إلى التاريخ سيجد أن بهذا الدين المسلمون فتحوا قلوب الناس وقلوب الشعوب. الباكستاني والأفغاني والأندلسي هذو كلهم دخلوا في دين الله أفواجا. والبرابرة عندنا في 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 الجزائر، وأنا واحد منهم. فهذه هي، لا, 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 لا يوجد مناوشات، قد تكون مناوشات حدثت، لكن هذا يبقى دائما أن الإسلام أمر بالقسط وأمر بالعدل وأمر بعدم الاعتداء. صفة أخرى يجب أن يتصف بها الإمام، وهي ماذا؟ أنه لا تأخذه رقة في إقامة حدود الله. رقة بمعنى، لكن الرحمة، الإمام يجب أن يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من الرحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، أو يرحمهم الله. أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض. ولذلك الفرق بين الرحمة الموجودة ربي خلقها في كل إنسان، ورحمة الله من أسماء الله عز وجل الرحمن، ورحمة الله تصل إلى الجميع. حتى الملحد هذا الذي يجحد وجود الله ولا يؤمن به، فرحمة الله تصله. ولولا رحمة الله لما بقي في هذا المعمورة لحظة واحدة. ولذلك الإمام يجب أنه لا تأخذه العاطفة في إقامة الحد، وليس أنه لا يكون فيه رحمة أو فيه رأفة. أضرب لكم مثال. الآن هناك دساتير وضعية، وهناك قرآن أنزله الله، كلام الله. الدستور الوضعي هو قانون جامد، قوانين عبارة عن قوانين جامدة. والقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، موضوع بين يدي المسلمين، موجود في بيوت المسلمين، موجود. لو طبقنا الإسلام، نطبقه من القرآن، هو ماذا؟ حدود الله تقام كما أمر الله. لكن اللي يطبق حدود الله، الذي يطبق حدود الله هو إنسان، كما أن الذي يطبق القانون الوضعي هو إنسان. هذا يحكم على السارق يقطع له يده، لأن الله أمر بقطع يد السارق إذا ثبتت هذه الجريمة، وهذا الشخص الدولة توفر له أدنى شيء لكي يعيش وقام وسارق، فهذه الحالة يقام عليه الحد. كما أن الرئيس الآخر اللي عنده الدستور تاعو القوانين الوضعية تقول السارق إذا سرق 3 سنوات وما عندهمش حد، واحد يضربه 5، واحد يضربه 15 سنة، واحد يضربه 20، واحد يسرق جوال هاتف نقال يسرقه ممكن يضربه 7 سنوات سجن، ويحيى هذا البوشيخ 700 مش عارف الكوكايين ولا شيء. ولذلك القانون اللي نفذ القانون هو إنسان، كما كان الذي يقيم حد الله عز وجل هو إنسان، كما أن الذي يطبق القانون هو إنسان. القانون هذا لو كان واحد ما يطبقه يقول لي لا اعتبار له ولا شيء، تطبقه الجيوش والشرطة بحكم أن كلام الله عز وجل المسلم يطبقه في نفسه ولو عطلته هذه ماذا؟
الحكومات. لكن يبقى الأمر أن حدود الله، ما الفرق بين إقامة حدود الله وغير ذلك؟ إقامة القانون الوضعي. أنا أضرب مثال لأن بالمثال يتضح المقال. مثلا لو أن الله جل وعلا كتب على عباده أن السارق إذا سرق مثلا يحكم عليه بسنة سجن، راح يجي طاغوت ويقول هذا الحكم هذا فيه جور، هذا الحكم بربري يحد من حرية الإنسان، يديروا في بين أربع حيوط، ما يخليش يشوف ولاده، ما يخليش يشوف زوجته، ما يخليش هذا ظلم. إذا ماذا يقول لك؟ نقطع له يده، ولا نعمل له عينه، ولا نقطع له رجله، ولا نقطع له الأصابع. ولذلك الطاغوت الذي يتعدى على حكم الله يتعدى على حكم الله، لأن هو في نفسه لا يريد حكم الله، وليس أنه يرأف بالعباد، لأن هذا يقتل بالملايين. هو السارق يعني راح تقطع يده هو. وكذلك أجمع العلماء أن هناك حسنة لا يوجد مثلها في الإسلام، كالذين يشفعون في أصحاب هذه الجرائم قبل أن تصل إلى الإمام. شوفوا ذيك الرحمة في الإسلام. بمعنى لو كان إنسان يسرق، يا واحد يسرق لي من الجيبي مثلا، يا يسرق لي أموال، أنا تفطنت يعني به أو له، وقلت له ضع المال هذا، وإياك أن تفعل هذا سوف أرفعك إلى الإمام، لأن الإمام يقطع له يده، يقدر يروح لداره عادي. لو أن إنسان جاء مثلا وسرقني، وأنا نقول له أيه نرفعك للإمام، يجوا ناس واحد آخرين يعرفوه مثلا ولا ما يعرفوش، يجوا لي يقولوا لي بدنا على البليس لحقوا الإمام ويقطع له يده وكذا، وهذا مسلم خونا وممكن يتوب وراح يتوب وما يجيش يواسي، نقول له ما يا خلاص، هذه حسنة من أعظم الحسنات، من يشفع في مثلي من يفعل مثل هذه الأمور. لكن إذا وصل الأمر إلى الإمام يجب أن يقام الحد. واحد حكم واحد سارق حب يسرقه، رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده، قال له يا رسول الله دعه، أنا خلاص ما أني سمحت له، يقطع يده من أجل أنه سرق لي كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل أن يصل إلي الأمر، كان حبيت صح ما نقطعلوش يده وما تجيبوش لعندي، ما دام جبته أنا لابد لي أن أقيم عليه حد الله. وحصل لعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر لا أذكر بالضبط، أنه واحد سارق حب يسرقه، فتفطن له وكلمه ونصحه وما إلى ذلك، فقال له اذهب. واحد كان يشوف، كان يرى يعني ما يدور بينهما، جاء عبد الله بن عباس قال له هذا سارق وأرفع أمره إلى الإمام. قال له عبد الله بن عباس ضع مكان، ضع نفسه كما كان، هيا لو كان كنت انت اللي سرقت حاب نرفعك الإمام، هذا بلك مضطر، بلك كذا، بلك. ولذلك حدود الله لا تقام كما الناس تصور، وكما تصور هذه الصحافة الخبيثة العميلة وسائل هدم الإسلام والمجرمين اللي ما يعرفوش أحكام الله والفائدة منها. إذن الإمام يجب ماذا؟ أن يؤدي هذا الواجب على أكمل وجه دون إفراط أو تفريط، لتثبت الجريمة في حقه ورفع إلى ذلك الإمام يقام عليه ماذا؟ الحد. طيب بقات نقطة أخرى نزيد خمس دقائق أخرى حتى أبين هذه المسألة جيدا، وإن كان هي ما عندهاش علاقة بشروط الإمام، وإنما عندها علاقة بفهم ما معنى الإمامة في الإسلام. هل الإمام معصوم في الإسلام؟ يعني هل
الحاكم اللي يحكم معصوم، واش امرك لازم تدير، واش امرك ربي هو اللي فرضه عليك. هذا الامر هذا لا يوجد عند المسلمين الا عند الروافض. عند المسلمين ما عندناش، لم يكن لا الصديق رضي الله عنه معصوم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سائر الخلفاء الملوك وملوك الإسلام، ما كان حتى واحد كان معصوم. بل العلماء رحمهم الله اختلفوا في عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون؟ اتفق أهل السنة والجماعة قاطبة على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الوحي وعدم ماذا الوقوع في الكبائر، هذا متفق عليه. وهناك طائفة من أهل السنة والجماعة تقول أن الأنبياء معصومون يعني مطلقا في الكبائر في الصغائر في تبليغ الوحي. إذا للعلماء في عصمة الأنبياء قولا، ما بالك بالأئمة؟ الأئمة يعني الرئيس ولا الملك ولا الخليفة. فالخليفة لا يكون ينوب عن الله، ولذلك هذا لا يوجد إلا عند الثيوقراطية. الثيوقراطية هي الحكم الإلهي، بمعنى هذا اللي يحكم في الأرض هو يحكم نيابة عن الله، يحرم ويحلل بلا نص شرعي ولا مستند شرعي. إذا قال حاجة يجب تنفيذ ذلك، واللي ما نفذش يقتله بحكم أنه خالف أمر الله. وهذا لا يوجد في دين المسلمين، ولم يقل به أحد من المسلمين، وكما تصوره وسائل هدم الإسلام. وإنما هذا ما هو صحيح. الحاكم اللي يحكم، كما أن رئيس الجمهورية تاعهم يطبق قانون وضعي، في السارق يدخلوا السجن، هذا الحاكم المسلم السارق قطع له يده، ربي أمر. ولكن هو هذا ليس حكمه، هذا حكم الله، هذا فقط ينفذ حكم الله، وهذا ينفذ حكم الطاغوت، ما كاينش فرق إلا هذا. ولذلك حتى الكنهاتوية يعني طائفة كذلك، يعني أصل الكلمة من الكهنة، الكنهوتية هذه هي طائفة كذلك ترى بأن سلطة الحاكم هو ماذا؟ هو من سلطة الله، حكم الحاكم تاع الأرض اللي راه يحكم فيهم هو من عند الله. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. فكان هو يحكم هو الله، هو كأنه هو الله، وكانوا يعتقدوا فيه أنه هو الإله. لكن احنا في دين الإسلام لا يوجد هذا. ولذلك لما ذكرت المسألة التي تتعلق بعصمة الأنبياء، قال الله تعالى في آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، عصى معصية. وقال الله عز وجل فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يعني بعدما ارتكب معصية واستغفر الله عز وجل فالله تجاوز عنه. وقال في موسى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله. هذه يعني معصية. لكن الأنبياء أجمع العلماء على عصمتهم، وأنهم ماذا لا يقترفون الكبائر، مع الخلاف الذي سبق وقد ذكرت. إذن هذا هو الفرق بين الحكم الله عز وجل الذي أنزله للبشر اللي ما همش معصومين ينفذوا يغلطوا يخطئوا إلى آخره، وبين اللي يقولوا بعصمة الحكم هم النصارى. حتى أحدهم ما يقدرش يتوب حتى يروح يجلس عند القسيس في الكنيسة ويقول له أنا زنيت ولا سرقت ولا شربت الخمر ولا كذا أني تبت، ويقول له روح، يخلص الدراهم ويقول له راه مغفور لك وراك في الجنة وروح ويخرج. احنا ما عندناش هذا في الإسلام، لا يوجد إمام معصوم لا العلماء ولا الحكام. عندنا طائفة
شبهها بالنصارى اللي هما الروافض. الروافض يقولوا بعصمة الأئمة، يقولوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوم، والأئمة تاعهم 12 هذو معصومين، أو كل إمام يعتقدون بإمامته فهو معصوم. علاش؟ قالوا لأن الإمام لو كان ما يكونش معصوم يقود الناس للخطأ ويقود الناس للفساد ويقود، وهذا كلام فارغ، لأن الذي يرشد الناس إلى الحق وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد في آية من كتاب الله ما يرد على هذه البدعة هذه وهذا الباطل الذي ابتدعوه وقالوا به. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم كان حي، وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكان على رأسها أمير، هذا الأمير هذا أغضبوه فأمرهم أن يؤججوا نارا فأمرهم باقتحامها، فهم بعضهم أن يقتحم النار والبعض الآخر قالوا إحنا واش ندخلوا النار، لقد فررنا من النار إلى رسول الله كيف نقتحم النار، فأخمدت النار ورجعوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله فلان أمرنا كذا كذا، قال والله لو دخلوها لما خرجوا منها أبدا، لا طاعة في معصية الله، وفي رواية لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن هذه المسألة التي تتعلق بطاعة الإمام إنما تكون في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك لو كان الأئمة عندهم عصمة وفيهم عصمة، إذا وقع الخلاف ماذا يقول الله؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، لأن عندنا إمام معصوم ووقع بيناتنا خلاف نرد الخلاف إلى الإمام. وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أمر رد الخلاف والنزاع بين المسلمين إلى ما قاله الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك لطيفة ذكرها العلماء، أن أحد الخلفاء قال لأحد العلماء هو من بني أمية: ألم يأمركم الله عز وجل بطاعتنا؟ قال: أين؟ قال: في قوله تعالى وأولي الأمر منكم. رد عليه هذا العالم بقوله: قد نزعت منكم، يعني ربي نحاها لكم هذه الطاعة. قال له: أين؟ قال: ألم يقل الله عز وجل فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ما قالش ردوه إلى ولي الأمر. ولذلك ولي الأمر ما هوش معصوم، إذا أمر بطاعة الله وبالحق نعم نسمع ونطاع، لكن إذا أمر بغير ذلك لا سمع ولا طاعة ولا كرامة ولو كان ينفذ أحكام الإسلام. إذن هذه الآية تبطل قول بعصمة الناس وبعصمة الأئمة كما تزعم يعني الروافض، والأئمة تحم يعني يقولون بعصمتهم، لا يوجد فائدة من وجود الأئمة تحم، ما كان حتى إمام تحم فتح فتوحات ولا أقام شيء ولا له ذكر، ما لا يوجد عندهم أئمة معصومين وراهم وراه الآثار تاع الأعمال تحم لا توجد. ولذلك الإسلام أو الحاكم المسلم ما هوش معصوم وهو بشر مثلنا ويخطئ ويصيب، ولذلك عنده أهل مشورته، عنده أهل الحل والعقد الذين ماذا يستشيرهم، ولو كان معصوم ما يحتاج باش يكون ماذا؟ باش يكون عنده أهل مشورته. طيب هذا ما أقول، وأسف على الإطالة لأن الموضوع يتطلب ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.